الجمال والأناقة والدلال، ويا حياكم الله معانا في ستايل. ضيفتي اليوم بستايل نجمة تقدم على تلفزيون دولة الكويت برنامج مميز جدا، قدوتها إعلاميا ماما أنيسة وفاطمة حسين، ومنو أحلى من هالثنتين اللي يكونون قدوة لنا في الإعلام. أكيد شوقتكم بتعرفوا منو هي، تابعوني بعد شوية. كان حلمي أني أدخل في عالم تقديم البرامج التلفزيونية من لما كان عمري تقريباً 14 سنة، وابتديت في تقديم البرامج التلفزيونية في سنة 2007 في إحدى القنوات الفضائية في برنامج طبعاً كان خاص بالأزياء وهو برنامج مسابقات. وطبعاً أكيد البداية الجميلة الحلوة في تلفزيون دولة الكويت تلفزيون ديرتي في سنة 2014 انطلقت في برنامج شاي الضحى، وهم البرامج اللي طبعاً عزيزة على قلبي جداً لأني من بديت فيها وكان في استمرارية في برنامج شاي الضحى. في المستقبل إن شاء الله طموحي أني أنا طبعاً أكيد يكبر اسمي أكثر، أخذ برامج يمكن تكون أكبر على مستوى يعني أبرز فيه أكثر. يمكن أنا لأن أحب البرامج الصباحية فلقيت نفسي في هذا القالب، وحتى يعني يمكن البرامج اللي تنعرض علي أكثر شيء تكون برامج صباحية لأن أنا أكثر ألقى نفسي فيها، لكن ما يمنع إن شاء الله أن في المستقبل أغير من البرامج الصباحية إلى برامج ممكن أنفرد فيها بروحي في تقديمها. يحياكم الله مشاهدينا في ستايل. ضيفتي اليوم نجمة شاي الضحى على تلفزيون دولة الكويت، ودائما تحبون تشوفونها كل ضحى على التلفزيون، يمكن عرفتوها ويمكن ما عرفتوها بس الأكيد عرفتوها، أسمى سيف. يا حياة الله وشرفتيني في ستايل. ربي يحييك، شلونك؟ شو اخبارك؟ خلي ليات الساعة المباركة. اليوم نطلع عن اسمه اللي نشوفها بشاي الضحى وبنروح باسمه اللي بحياتها اليومية، نبي نعيش معاها ستايلها بحياتها اليومية بعيدا عن الزقرته والكشخه مالت شاي الضحى البرنامج. فشلون ستايل اسماء برا البرنامج؟ غير. شلون؟ 180 درجة. أول شيء لما أطلع برا يعني الجينز هو صديقي والتيشيرتات الخفيفة بس، يعني ما أدري يعني يمكن لأنه وايد نكشخ بالبرنامج ومكياج وفونديشن وكذي، صرت إنه مثلا طلعاتي العادية الفونديشن الخفيف بيبي كريم ماسكارا يا دوب، حتى مو لازم إذا الصبح طالعة نظارة يعني لا تطيح النظارة مش ما فيها ماسكارا صح، لأنه فعلا أحس إني أحتاج إني أريح وجهي وايد من المكياج. فستايلي يكون حيل بسيط حيل عملي، ما في أي تكلف، لأن ستايل طبعا البرامج غير تدري طبعاً. لازم تلبسين لبس يكون شوية رسمي ما يكون وايد كاجوال مثل اللي نطلع فيه برا. صادقة، يعني هو علشان أنت بتقابلين المشاهدين فتكونين دائما بكامل أناقتش المعتادة لأسمة. أسمة بالنسبة لبشرتك شلون تعتنين في بشرتك؟ وايد أعتني مو شوية، لأن أحس شوفي أنا أقول لك يعني خو أنت بعد مثلي مذيعة عارفة الموضوع هذا. أيوه. الإضاءات والمكياج والفونديشن بشكل يومي هذا يؤدي البشرة طبعا. إحنا نحط كفر قوي هالكفر هذا لأن عشان الإضاءات اللي قاعد نتعرض لها، نفس الوقت الكاميرا تسحب المكياج فمثل كثر ما تحطين ما يبين كأنك مو حاطة شيء. فلما أرجع البيت طبعا أنا في ناس يقولون لي الله حلو مكياج بتطلعين الحين، أقول لهم لا الحين بخلص برد البيت بغسل وجهي كله بأخذ كل المكياج اللي فيه صادق. أحس إن أحتاج إني فعلا اشيل المكياج كله واعتمد الماسكات تونيك سكراب، حتى في سكراب اليومي الخفيف يكون شيء هذا لازم انا كل يوم استخدمه، ماسكات اللي مثلا قبل لا تنامين تحطين الماسك، كريم النهار كريم الليل سان بلوك، ما يبقى شيء مثلا كعنايه يوميه بالبشره ما استخدمه. وايد احب اني استخدم الاشياء اللي تكون يعني اورجانيك اكثر ناتشرال ما يكون فيها كيميكال يعني ممكن تأذي البشره، لان انا واحده من الناس وايد اخاف. ايه. واشوف ناس مثلا استخدموا انواع كريمات ممكن يصير في سايد افكت او اضرار حق البشره، فاحاول كثر ما اقدر اني استخدم كريمات طبيعية. ومرات ترى في البيت يعني الثلاجة ما وموجودة الأشياء والفواكه والخضروات الموجودة الواحد ممكن يشتغل عليها. أي. إذا بروح معك حق العيادات أسماء، يمكن الحين العيادات عيادات تجميل صرنا نزورها أكثر ما نزور السوقة والمولات، فشلونك مع عيادة التجميل سواء تنظيف فيشل أوبر نظارة أو أوبر فيلر بوتكس، تحبين تروح تضحكين؟ حسيت أنه أنا أقول لك شوفي أنا واحدة من الناس اللي جدا أحب الروتين وايد أحب الروتين وأحب أتعود على الناس وما أحب أغير الناس بسرعة. وإذا قعدت بمكان هذا مكاني ما أغيره. أي. وإذا غيرت لازم أتأكد من المكان اللي بروح لأنه يكون أكثر خلينا نقول احترافية من المكان اللي أنا فيه. فمثلا الحين كعيادات التجميل عيادة أنا أروح لها من زمان
من زمان، من يعني بالنسبة لي من زمان أنا يعني بديت أدخل في سالفة إن شوية بوتكس وروتوشي شغلات من 2012. حسيت إن شوية كذي أحتاج شغلات بسيطة، فنفس العيادة اللي أتردد لها ونفس الدكتور اللي أروح له، لأنه هو يعني دكتور معروف حق المشاهير، عارف ان احنا كمذيعين نحتاج انه يكون في وجهنا رياكشنات، ما يصير يختفي الرياكشن كله صح. بعدين الوجه يصير جامد، الكاميرا الناس يخافون منه. فانا بالنسبه لي يعني اذا كان في رتوش طبعا علشان ان الوحده خلينا نقول تحافظ على شبابها وعلى بشرتها، ونفس الوقت ما يكون في مبالغه. يعني مثلا هبوا بالتكساس، انا وحده من الناس ما حبيت الموضوع هذا، كل وحده كيفها صح. انا ما ياز لي الموضوع صح. انا ما احب اسوي شيء مو موجود بوجهي، شيء هو موجود لكن محتاج شوية تعديلات. يعني كان في كسرة هني هني بين الحاجبين، كنت وايد مضايقتني وزعجتني، فقال لي الدكتور إنه لو خليتيها على المدى البعيد ترى راح تصير في علامة وما راح تروح بعدين خلاص صح. فإذا تبين تسوين الحين يعني كشيء وقائي لقدام. وأكيد طبعا تدين تنظيف البشرة لا. بالعيادات أنا أضمنها أكثر من مثلا ممكن تروحين صالونات، أنا ما أفضل هالشيء لأن عندي الدكتور مختص أكثر، ممكن يعطينا خلينا نقول الأدوية اللي ممكن تفيد البشرة وما تصير معها، وإذا صار مثلا سايد افكت هو عارف شو اللي حطه، عارف شلون يتفادى هالموضوع هذا. طيب اذا تحبين تعتنين في بشرتك وتروحين حق العيادات المتخصصه بس ما تحبين تجازفين بالاشياء المبالغ فيها، يعني ما ادري تميلين حق تغيير شكل الجسم، العمليات التجميل؟ لا لا كلش ابدا، كلش حسيتك من قلتي انا ما احب هذا. بقول لك شغله وانا مقتنعه في الشيء هذا وايد، يعني عندي الوحده اذا تبي تعدل من جسمها خل تسوي رياضه وما تاكل وايد. وشلونك مع الرياضه في باللايف ستايل؟ الرياضه اي اكيد طبعا على طول، عندي ثلاث ايام بالاسبوع ولا يومي؟ اذا بقولك يمكن تكوني قاعده بالغ. انا شوفي هو كل يوم طبعا انا يعني اريد تسوي رياضه بالبيت تملين، بس انا عندي مثلا الجهاز الرياضه جهاز القاري وايد عندي، هو سهل وممكن انت تسوين فيه الرياضه وما ياخذ منك وقت 10 دقائق صح. ونفس الوقت يعني بالاسبوع مرتين قولي ويحرق ما شاء الله. اي والاسبوع مرتين لا اسوي اكسرسايز داخل البيت، ما اقدر اروح النوادي وغيرها لان ما عندي وقت الصراحه. وقتي وايد ضيق، يعني غير ان مثلا برنامج الصبح ياخذ من وقتنا، يمكن الناس تشوف ساعه لكن احنا عندنا وايد تحضيرات واجتماعات وغيرها صح. وبعدين عندك بيتك وعيالك وكذي، الوحدة لازم تعرف شلون تنظم وقتها. أكيد. هذا بيرني بعد حق شيء ثاني، أسماء حبك للسفر، تحبين تسافرين ولا لا؟ وين تحديد الأماكن اللي تحبينها؟ وايد أحب أسافر، أحب أروح مدريد وايد إسبانيا أعشقها، لأن أحب كل شيء فيها، أحب الناس طريقتهم وتعاملهم، وايد وايد احبها. قريبين من العرب لانهم بلاد الاندلس. احب الشوبينج وايد فيها حيل حيل حيل، مع ان الناس تقول لي الشوبينج عادي بس انا احسه لا مو عادي. وطبعا الدوله الثانيه اللي غرامي وعشقي هي تركيا، يعني وايد احب تركيا واحب انطاليا يعني كدوله مثلا. تركيا يعني اسطنبول مو وايد، يعني اكثر شيء احب اروح انطاليا، ويعني احسها من الدول اللي قريبه منا احنا، حتى طريقه الاكل وكذي، يعني ما شاء الله تعرفين يعني تركيا صادقه لا يلا عليها وترتاحين فيها، دوله وايد. اسلاميه وكذي إيه؟ طيب لما نشوف اسماء غير المذيعه ومقدمه البرامج في تلفزيون الكويت، اسماء الام شلون نقدر نفصل بين الاثنين؟ يعني شفنا اسماء مع البيبيات غير لما نشوف اسماء على الشاشه. راح تجيبين واحده ثانيه اصلا بالاساس. انا بشوف واحده ثانيه راح تجيبين يعني نقدر نفصل بين الشخصيتين. راح تجيبين واحده صغيره وايد مع الاطفال الصغار، لان انا يعني وايد احب اليهال الصغار، وايد وايد احبهم واحب اتعامل معاهم. حلوهم. كنت من وانا صغيره امنيتي ان يكون عندي اطفال صغار اكلمهم العب معاهم، كان عندي باربيات كلها اسويهم انهم صغار يعني معاها الباربي الام وشايلتهم تلعبهم. يقولون انت مستعيله يصير عندك عيال ترى بعدين بتشوفين الوضع. صدق هو كل شيء فيه تعب، ما في شيء يكون سهل، لكن نفس الوقت هي التربيه وايد حلوه لما انت تثقفين نفسك تعلمين نفسك تعرفين شلون تربين عيالك. او اكيد يعني عيالي هم دنيتي كلها، أكيد. وهم اول شيء بحياتي، وهذا كله يعني لهم كل اللي انت قاعد تسوينه، يعني بالتالي هم راح يفتخرون ان امهم كانت كذي وانجزت كذي. انا وايد شاكره وجودك معي اسماء، وتعرفنا على اسماء من الجانب الاخر بعيد عن شاشه التلفزيون. يا حياك الله والساعه المباركه. شكرا، يعطيك الف عافيه. شكرا لكم برنامج ستايل، وايد مستمتعه فيكم وفخوره فيكم، لان اليوم قاعدين تبرزون المراه الكويتيه بالشكل الجميل والانيق وحلو، بنفس الوقت برنامج لايت وخفيفة، هذا اللي نحتاجه احنا دائما. اكيد. شكرا لوجودك. مع اسماء وصلت للختام في ستايل اليوم، الاقيكم بعد كم اسبوع ان شاء الله، بغط شويونه وارد لكم اكيد.